أهلا وسهلا فيك مستشارة القانونية لينا الفوزان، نورتينا اليوم في قضية كسبتيها اليوم زي أسبوع من أسبوعين تقريبا، ولا اليوم ما في شيء؟ لا اليوم أمس، ممكن أمس كسبتي قضية. الحمد لله، ألف مبروك ما شاء الله، وإن شاء الله الله يزيد ويبارك لكم. طيب لينا، يعني إحنا موضوعنا يمكن عرفتي اللي هو موضوع الشراكة، وأول شيء إيش هي الأشياء اللي لازم نتفق عليها إنه الأطراف قبل لا يدخلون في أي شراكة تجارية، إيش الأشياء المتفقة؟ طيب بما أن إحنا نقول شراكة تجارية فالهدف تجاري، فالسالفة مال. تمام. فلما نتفق على المال ونرتب عليه كل شيء بيمشي تمام بإذن الله. فهي أهم نقطة يسوونها الشركاء أنهم يكتبون كل حاجة كتابة، ما يتفقون شفهي، ما يعتمدون على الاتفاقات الخارجية، كل شيء يكتب حتى يحفظ كل شيء. كل شيء يعني كل التفاصيل، كل التفاصيل اللي لك اللي عليك. يعني ممكن أنت في بداية الشراكة تتهاون لأن مشروع صغير، بس بعدها تكبر الإيرادات والمصاريف ويصير في بعض الخلافات. في بعضهم يقول لك أنا أقدم شراكة مثلا، أقدم مال وأنت تقدم الجهد والعمل، هذه تعتبر من ضمن الشراكات؟ نعم. أي هذا ممكن مسماها شراكة الجهد أو شراكة المضاربة. يعني أنا أدخل بعملي وأنت تدخل في رأس مالك. هذه متى نحتاجها؟ إذا أنا خبير في حاجة أو عندي، يعني شلون أقول لك، خبرة في شيء معين، أنت عندك رأس المال أنا ما عندي، ندخل، أنت تبغى تنمي رأس مالك أنا أبغى أستفيد من خبرتي، فندخل كذا. وأحدد النسب الشراكة بالضبط. ما تعني أنه 50% 50%، ممكن تكون نسبة أقل وفي نسبة أكبر بالضبط. طيب يعني خلينا نتكلم أنه قانونيا إيش هي الحقوق اللي لازم يضمنها الشخص لما يدخل في هذه الشراكات؟ طيب أنت لازم تضمن سالفة الأرباح والخسائر في نقطة يمكن يعرفونها القانونيين، اللي هي لما أنا أقول أنك أنت عليك الربح أو أنت تشيل الربح أكثر مني، لكن أنا ما أشيل الخسارة أو ما إلى ذلك، سالفة أني أنا أطلع الخسارة القانونية ما يصير. القانونية ما يصير غالبا تصير، بس يطيحون فيها ناس مو مدركين لهذا. طبعا هذا الشرط يحذف ويبطل تماما من العقد. تمام. طيب ايش هي يعني نقدر نقول الحقوق او الاوراق اللي لازم يستند عليها الشركاء عند الاتفاق؟ كيف يعني مثلا الاوراق القانونيه اللي تضمن حقوق الشريك؟ هو العقد الشراكه، الملاحق لهذا العقد، مثل ما قلت لك اي شيء يكتب يكون موجود. طيب ايش هي الثغرات القانونية اللي ممكن تخلي الشخص في اي لحظة انه يخسر حقوقه؟ طيب بالنسبة للثغرات هذه، يمكن في اشياء كثير تجهل للشخص العادي، يعني انت مجرد ما تقرا العقد ما راح يوضح معك شيء، بس لما تعرض على مختص، على قانوني، بيوضح لك هذه الثغرات. مثل ما قلت لك سبق اللي سالفة الخسائر الربح، هذه ممكن انت تجهلها لأنك ما أنت مدرك في النظام، ما أنت حافظ النظام مادة، فهذه شغل المختص. طيب ممتاز. طيب في قوانين تحدد نسبة الأرباح يعني لكل طرف، أو يكون الاتفاق بين الطرفين؟ يكون الاتفاق بين الطرفين، لكن النظام منظم هذه الفكرة، يعني كل واحد على حسب حصته. زي الموضوع اللي طرحته قبل شوي، أن الواحد يدخل في عمله، هذا هم يحددونه. أنت عملك، فكرتك كم تقيم؟ يعني مثلا تقيم 20%، تقيم 30%، فأنا أخذ 70%. ممتاز. وهكذا. طيب إيش أصعب شيء لينا، يعني الاتفاق على الشراكة ولا الانسحاب من الشراكة؟ طبعا الانسحاب. ليش؟ يعني بالعادة الاتفاق فيها تفاصيل كثيرة تبني فيها. لا، هو دخول الشيء مو مثل خروجه إطلاقا. يعني أنت هذه النقطة مهمة جدا، اللي هي تنظم فكرة التخارج من هذا العقد. هل أنت لك حق تطلع؟ كيف تطلع؟ هل مثلا الشركاء لازم يتفقون، يكون شيء بالإجماع أنك أنت تطلع أو ما تطلع؟ هل أحد يقدر يدخل بدالك؟ كل هذه يكون في الاتفاق مسبقا. طيب الله يعطيك العافية لينا الفوزان، المستشارة القانونية، نورتي اليوم. شكرا جزيلا.